ملي جينا جبر ناظر البراكة ديال التسالات بالعافية، مشات ليا تمن شي 3 ملايين، مشات كاك ديال جوج ديال السالات. شعلات العافية، السيد ضاع بوبري عنده 3 ملايين فرص مالو، ضاع عسلو، هذا مشات له شي 4 ملايين، أنا عاود يدي تحرق لي البانان ديالي، الخاو ديالي، السلعة ديالي، هذا هو المحل ديالي. هاد الناس عطاهم الاستفادة وسمحوا فيهم مرة نهائيا، بغي يعمرها ولا ما يعمرها شي، بغي يبيعها ولا ما يبيعها شي، بغي يديرها ولا ما وقعت بخرمة. أنا كنطالبوا إعادة الهيكلة هاد السوق. وبالنسبة لينا حنايا هادشي كان متوقع، لأن عينا ما نهضروا على هاد القضية ديال العافية راه غتنوض. انا سيدي كنت جالس راه فاين، كنعسش كنجلس تما الكرسي ديالي ياك، مع داك الربعه 4:30 بدا كيدفع عليا الضوء هذاك جوج البراركي اللي طفتها المره الاولى، دوزت واحد دقيقه جوج عاود شعل عاود طفى طفى وثلاثه، داك الساعه طفى وثلاثه هذوك شعل طفى ما بقاش يشعل، واحد 5 دقائق كنحس انا بشي حاجه انا صحاب اللي كيديو لي من هنا الصندوق. المهم جيت وصلت هنا جبرت هذه كيخرج منها الدخان من الداخل، رجعت للطريق غنعيط لمن ما عنديش النمره ديال بومبيرو، بغيت نعيط لعبد الرحيم مول الحانوت هذا، عيط له جوج مرات ما جاوبنيش، عيط لهذا الراجل جاوبني على المره الاولى، قلت وراه شعل عندنا النار في السوق، صيفطنا اللي غيتفيد السيد عيط، حنا ذاك الساعه نولنا بقينا كنجري وكنزولوا ذاك البروشه كذا هذه وهذه كنجيبوا الماء، المهم صافي ناض في النار، ناض في النار هنا مشات لهذيك مشات حتى للطرف جات لهنا جات حتى لهنا، بدينا عاود كنحيدوا من هنا عاود طلعنا راه فاين، انا نزلوا لي من تما البوليس، كنت كنطفي بواحد هذا هو ذاك الميكا راه هما، قالوا لي نزل من تما، المهم انزلت صافي ذاك الساعه جاوبوا فيروس ذاك الساعه حضروا دغيا ما وش يبقاو عطلوا علينا لا اداو الناس ذاك العافيه ولا لا؟ انا هو اللي كنت هنا قدام العافيه، ما هنا حتى واحد، انا واحد الدري واحد العساس الفوقاني ثلاثه بينا. شفتي كيفاش شعلت العافيه ولا ما شفتيش؟ العافيه شعلت لداخل ما عرفتهاش كيفاش شعلت حتى جبرت انا الدخان خارج وناض نايضه دغيا ناض ذاك الساعه وصلت ذاك البلاك راه فين ناض العافيه كتضرب الفوق. جينا من الدار جبرنا العافيه شاعله، نعيطوا لي قالوا العافيه شاعله بالبركه ديالك، ملي جينا جبرنا البراكه ديال التسالات بالعافيه، مشات ليا تمن شي 3 ملايين، مشات كاك ديال جوج ديال السلعه، كان عندي البطاطا المطيشه راه كلشي، عندي اللويه مخلصه ب 1500، عندي الجلبانه مخلصه ب 1500، البطاطا مخلصه ب 10 دراهم. شحال تقريبا الخساره اللي مشات؟ راه تقريبا 3 ملايين بكلشي ديالها بالباش ديالها بكلشي اللي خسرت فيه. شنو كطالب سيدي؟ كنطالب يعاونونا هاد الناس ووقفوا معانا، انت كتشوف الحال. حنا تهزينا من السوق برشيفة 2018 الخال، تهزينا قلنا فهمتيني سمحنا في ديك البراكة ديال الناس، سمحنا في بيشا، سمحنا كذا، قلنا صافي نزيدو نقدم فهمتيني، في 2018 قلنا نزيدو نقدم، جاونا لهنايا ما كاين لا السوق لا والو الخواتيني، كتشوف براك بيشان السوق ما عنده لا بيبان لا والو، كاين في طهارنا برد طهارنا قايلة الشا فهمتي، السوق والو ما كاين حتى شي حاجه فيه مزيونه اللي تعجب، 2018 باقي في 2018، بحال دابا حنا في 2023 ماشي 2024، باقي في 2018 الخا باقي في العشوائي فهمت؟ اللي كتشوفها شعلات العافيه، السيد ضاع بوبري عنده 3 ملايين فرص مالو، ضاع عسلو، هذا مشات له شي 4 ملايين، انا عاود يدي تحرق لي البانان ديالي، الخاوي ديالي، السلعه ديالي، هذا هو المحل ديالي. لا حول ولا قوه الا بالله والسلام. اللهم هذا منكر الخا. حنا ما كرهناش شي، عوضونا في هذا الشيء الخسائر اللي خسرنا هنا، ما كرهناش التعود. وإعادة الهيكلة لهذا السوق، ما يبقاش مخرب بحال هيدا،
اعاده الهيكله ويعاونونا. السلام عليكم اخ ديالي، لاننا حنا هذه المساله هذه ديال العافيه راهنا مهددين معاه قبل من هذا الشيء هذا، ماشي هذا النهار هذا الاول حنا مهددين. حنا هذه المتعادل من اللي جينا فيه جلسنا في هذه البلاصه هذه، اللي جلسنا في هذه البلاصه هذه راهنا 5 سنوات طالعين في السا، طلعونا يعني من برارك اللي كنا بني مكاده 90 الناس اللي طلعت من تما، وعطاونا هنا شي 16 ولا 32 الناس اللي من اللي جابوهم جابوهم من هنا باش غادي يستافدوا هاد الناس. هاد الناس عطاوهم الاستفاده وسمحوا فيهم مره نهائيا، بغي يعمرها ولا ما يعمرها شي، بغي يبيعها ولا ما يبيعها شي، بغي يديرها ولا ما بقات مخرمه، لان التخريب ما كاين لا بيبان ولا حتى شي حاجه، ما كاين باب لا على اليمين ولا على اليسار ولا حتى شي حاجه، المهم السوق عشوائي والناس اللي فيه يعني فهم لا اضطروا باش يمشوا بحالهم كاملين من هاد المصاغبه هذه، لان هاد السوق هذا ما خصو يتهيكل الا غيبقى على هاد الحاله هادي. هادشي اللي توقعنا فيه دابا مره اخرى غنزيدوا نتوقعوا اكثر من هادشي، لان علاش باش غنتوقفوا على كل شيء؟ لان هذا السوق هذا مهدد، مهدد في هذه المنطقه هذه، لان هذه المنطقه هذه خطيره بزاف، خطيره بكل معنى، لان علاش فين ما مشيتي كتلقى الخطر هنا موجود. علاش الخطر اللي هو موجود وهو مهدين بالعافيه، مهدين بالسرقه، بالسرقه كتوقع فينا، كتوقع فينا مسائل، وحنا عندنا الاماكن ديالنا راه كاينه موجوده، الحوانت ديالنا اللي كاينين موجودين هنايا، راه عامرين عندنا بالسلعه، ماشي ما كاينش راه السلعه كاينه موجوده الحمد لله، راه الناس كاينين هنا موجودين بزاف الناس، ولكن شكون يحميك؟ ما كاينش اللي يحميك، لان ملي كنمشيو كنوقع فينا السرقه، ملي كتوقع فينا هذه ديال السرقه كتوقع فينا واحد المشكل كبير بزاف، حنا ما خصناش نكونوا بهذه الحاله هذه. مرجان شواد رئيس جمعيه سوق مرس، بالنسبه لقضيه العافيه اتصل بيا الحارس مع 4:45 ديال الصباح، قال لي راه العافيه شاعله، اتصلت برجال الشرطه، رجال الشرطه اللي علموا رجال المطافي والحمد لله، يعني الحمد لله اللي وصلوا في اقرب وقت ممكن، وهذا السوق هذا كان كامل غادي يمشي. وبالنسبه لنا حنايا هادشي كان متوقع، لان عينا ما نهضروا على هذه القضيه ديال العافيه راه غتنوض السلوكه، السوق بلا ضو، يعني الناس ما يمكنش تخدم بلا ضو، هذه وحاجه يعني غير ممكنه، الناس كامله خدامه بلا ضو، تكثر انها تسرق سلوكه، الناس خصها اطار قانوني ديالها، خصها اطار قانوني، عندهم محلات كيبغيو يدخلوا مكانه، كيبغي كاين بحال اللي قال لك السيد، كاين ناس كبار يعني اللي يستافدوا، ما يقدرش يجلس في المحل ديالو، يعني خصو باغي يكره قانوني، الناس خوفان ما تقدرش تكري في المحل ديالها، زين حيت ما عندهاش واحد اطار قانوني باش تكره، يكره يقول لك الدوله ولا ممنوع، فهمتني، كاين اللي كيبغي يبيع، كاين واحد اخر كيبغي يشري ما قادرش يشري حيت ما عندوش، السوق كيبقى خاوي. يعني حنا كنعانيو من ثلاثة المشاكل، أول حاجة خصنا محاربة العشوائية وإيطال القانوني، والحاجة والهيكلة السوق فهمتيني، إعادة الهيكلة، حيت دابا الناس هنايا التجار كيعانيو، كيعانيو من البر، كيعانيو من البيبان، العساس ما كيجبرش ما كيفاش يعس، يدخلوا له من هنا يخرجوا له من هنا يدخلوا له من لهنا، ما عندوش الطريقة كيفاش يعس فهمتيني، وعاد هاد العشوائية هذه اللي كاينة كتسبب لنا كتغطي على السوق، يعني الزبائن كيخافوا يدخلوا، السوق كيعمر في الشمكارة فهمتيني. يعني معاناة كبيرة عندنا هنايا، وهادشي كامل يعني خصو يكون في أسرع وقت ممكن. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.